ايوه، اليوم رجعنا لكم فيديو جديد شباب. ابو اليوم هم بصور مع صاحبي اسمه عمر. المهم اليوم هم معاكم زيد وعمر من قناة اكس جيمر 447 445 قصدي. واليوم حنصور فيلم ماينكرافت، ويلا نبلش. اخيرا رجعت من السوبر ماركت، اشتريت اغراض. يلا خليني ادخل البيت اطلع منهم. خليني اوصل 200,000، بس طبعا هذا مستحيل. لازم اسرع بيت، صلي ومين مش سارع، لازم اسرع اي بيت. يلا نروح نسرع اي بيت. واخيرا غيرت صوتي عشان ما احد يعرفني. يلا نروح نسرع بيت. هذا البيت كبير، اكيد حيكون صاحبه غني. لازم اروح. مو شغال. يلا نروح. هذا شكله يوتيوبر. بيت منيح. راح اسرق الكرسي واللابتوب وهاد، احضر كل شيء. هي صاحب البيت نايم، لازم ما انتبه عشان ما يكتشفني. لازم اهرب. هرب هلا. اخيرا نمت من النوم، لازم اصور حلقة للمتابعين. يلا خليني. مكسورة. بس المشكلة الكاميرا ما كانت شغالة. لا لا، بيت انسرى. لا لازم ادور على هذا الحرامي. لا اغراضي كلها راحت. لا لازم ادور على هذا الحرامي، لازم. ما في حدا اساسا، المدينه ما فيها غير شخصين اساسا، فهو هو اللي في بالي. اكيد هو اللي سرق بيتي. هلا بكسر هذول. انت اللي كسرت بيتي. راح اكسر بيتك كله، مش هخليه. زي ما سرقتني راح اولع في بيتك. يلا. ما الذي سوف تفعله ببيتي؟ انقلع برا. راح اولع في بيتك. لا. وراح اولع فيك. لا. انقلع. هيا انقلع. لا لا راح اقتلك. لا انا كنت هرحم كل شوي. وبس هاي كانت حلقتنا لليوم، ومع السلامه.